شوف هذه احجار يطلع من بحيره سيبان. هسه اشوف لكم الحجر الخام. شوف هذا الحجر وينحتوها باشكال مختلفه يصنع من هذه الاشكال. هذه يصنعون باهرامات صغيره. عقيق هذا الحجر العقيق اوريجينال. شوفوا اريد اشوف لكم سعر هذا مثل الكره الارضيه اذا ولا ارجنتين سوري 500 دولار اذا حد يريد يجي هنا احنا ناخذ له اياه بشوي ارخص. كره ارضيه حجر هذا حجر اشكال كاري اقاط عقيق هذا يسموه اقاط يسموه العقيق يعني حجر العقيق عقيقات. هذا الحجر ونفسه شوفوا هذه الاحجار موجوده هنا في ارمينيا. ليش يا ليش هذا زين. بعد ايش عندنا احجار؟ هذا حجر الزفير يسموه. شوفوا ازرق لونه. هذا حجر الاوكسيديان. هذه الاحجار كلها في ارمينيا من جبال ارمينيا تطلع طبعا. حجر السيفان. هاي هذا حجر سيفان. حجر كامري. انت حجر انت ارمني تتكلم عربي. هذا ارمني ارمني. هذا ارمني. هسه راح نشوفكم المحابس والعقود اللي يستخدموها من هذا الحجر. شوفوا هذا الاحجار كلها مال ارمينيا. شوفوا ينحتوها باشكال مختلفه. محابس سبح. شوفوا هذا الحجر مال بحيرة سيبان يسموها حجر قمري.